مجهولين بس كلامش يعني او يعني صح صح ليش عايشه في كذا وكذا. قلنا عسى ان ياتي من يعني صح. من به لحم اختي. الحين في ناس هنا يقول لك ان ما شاء الله جميل، عيونك جميله، فيك رموش كذا، عيونك مكحله ما شاء الله عليك. انا ايوه والله، ها انا والله ان انا بيني بين الشعر انا كنت جميل، كنت جميل. ولين الحين مالك؟ لين الحين يقولون ان لما كنت صغير البنات يتضاربن عليك، يتهاوشن، صح؟ يا سلام، يا حظك يا حظك. اقول لك ابو عماد، وش يسوي العالم الحين من الحين الحين هذا الوقت؟ يخزنوا، وش يسووا؟ يسكر، وش يسووا؟ لا خبرني كيف. اعلم التلفون. ها كيف يسووا؟ قلدهم، نضحك لما تقلدهم، قلدهم يعني كيف يسووا؟ كيف ايش كيف كيف يعني سووا يعني لما يسكر وكذا؟ سعد الله. لا ايوه اي نعم امشي I just like you, you know? You know what I'm saying? Oh, yeah. You know, you want to go to one? Make you want to hang up? You want to come to my house? Come to me. Yeah, you know? Yeah. I just want you to see my son. I just want to thank you. لا لا، قولها غازل البنية أساس أنها تجي عندها يوعدها. لا لا أنا ديت يو بيبي. اسمع ليه، يا ريتني ما دخلت التوك توك، يا ريتني ما دخلت التوك توك، والله يا ريتني ما كنت شفتك، لأني أتعلقت فيك. يا الله ولا تعلقت فيك. اسمع حبيتك. شفت هذاك اللي يقولوا عليه ابو عماد؟ ايوه بتخليني بهزمه. ايوه انا بدي هزمه، بتتعبني عنده ويقول اكيد بعد عمك عنده بس افتحي الكاميرا على طول. ايوه افتحي الكاميرا. ايوه قول حبيبي. وبعدين وش يسوي؟ وبعدين عيني بعقله. استغفر الله العظيم، استغفر. تمام بعمل. ما تعرف شو يقولها، تعرف شو يقولها؟ تعالي هنا، تعالي نخزن انا وياك، ونحشش ونتخن وناخذ من ذاك الحبوب. لا عاد بعضهم يصير البارك. ايوه يصير البارك. انه غني ويركب فوق السفينة بريالين. ويصور، اسمع عمان، ويصور تمثال الحرية ويقول انا شوفوا انا غني، انا واحد من رجال الاعمال بنيويورك. ومعه شو؟ ومعه هذيك مش فراري، شو اسمها هذيك؟ شو اسمها بوجاتي؟ شو اسمه غير مع واحدة ثانية؟ هيا افتحي والله انك تضحك يا ابو عماد، والله على راسي والله. يلا افتحي، انك فنان وممثل عجيب. يلا افتحي الكامس. طيب اسمع بعد، قبل الكام قلنا قصة كذا نضحك شوية. شو قلنا؟ رجلي مكسورة. اسمعي خلاص والله العظيم.
تمام. ايه والله ضحكتني، والله ما تشوف شر، ان شاء الله تتعافى بسرعة. آمين يا الله. ليش يعني تبيع هذا دويات وراكم دويات؟ والله ايش لا عند ال عند البنات تلقيهم ينفلوا الاسود. اي والله صدق صح، بيع بينهم. ايوه بيع بينهم. ايوه ويقول لها بيبي ايوه بيبي لما تجي يلا يلا يلا. لا يا حبيبتي افتحي الكاميرا، افتحي الكاميرا. ايوه افتحي الكاميرا تلقيه عند قلبش رجل بالشرق ورجل بالغرب قام في الشيخ. هيا افتحي وفتحها. والله وقفت السيارة على جنب أبي حامد وانتي وتلقى جبة سعدة، تلقى جبة بناني سعدة مثل الزرمة. والله اي نعلان اي والله صدقت. او هي قلتها يا ريت يبتكينا تعال يلا تعال. اي والله اوكي اوكي يلا يلا جايش جايش دقيقتين وانا عندش. تحيل الباب تحيل الباب. ما تشتيت مردغين ما تشتيت مردغين وقالت يا مردغ ابو عماد. ايوه ابو عماد اكيد اسود مواجهته. ايوه اسود يعني هذه اسود لانه انا ما يقدر يهزمني اي انسان صح كذا بسهوله. صح 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 بعيد عليه صح. فلازم من يعني تضحيه اسود اكيد. ايوه وبعدين يرجع يصير يرحم الله بالله. هيا لو وديه لي بالله عليك اللي بنفعه يعني مثلا في اي موقف في اي شيء في على الاقل ذكرى للجميل. صح ايوه الحين كيف كيف شو؟ ايش قلتي؟ لا يا ابو عماد والله دخل امزح واضحك شوي معك قبل لا تدخل مع مع الناس تلعب جولات قويه. انا والله اقسم لك بالله انه قد سكرت نفسي من اللعب. احسن لك خلنا نضحك ونسولف. والله سوالف الناس يستانس لما تضحك وتسولف. سكرت نفسي سكرت نفسي نهائي والله والله علي الطلاق. انا ما عاد بدك تلعب. ما عاد بديش والله بدك بس تسولف صح؟ والله لا لانه تقابل. حتى اولا ان هم يعني زي ما تقولي بيطلعوا ناس يعني ما هم على قدر مستواي. صح 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 انا انسان مشهور كبير، انا انسان سياسي كبير روائي، انسان يعني ملياردير كبير في مركزي في موقعي في السوشيال ميديا وبالحاضر. صح فأنا أقومها يعني أقوم لي منها حتى أردتها منها في جنبي وطلعهم يعني على ظهري. نو صح لا يجوز هذا لا يجوز. صح أنت لك مكانتك لك. صح صح نو صدق صح. ما عليه جاني خط سكر. والله صدقت يطلعوا يشتهروا يشتهروا على 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 يعني مش ذا. هلا اولا انهم زي نوبادي. صح يعني تجدهم بالاول وبالاخير دول يعني زي نوبادي. صح لكن ابو عماد يعني الهامه اليمنيه الكبيره تاريخ تاريخ عظيم عريق وقوه لا يستهان فيها. أن طلعت نساء يا عيني بالزين الداعمي تجي ترويها الإساءة حقها وبدته. وان طلعت زي ما تقولي رجال عندما اشوف الداعم عندي ايوه تلقيه يضيفه ودخل له بالخاص ودي له هموم الدنيا. انا افتح وانا 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 وانا
اي والله صدق صح. انا اشتي مساعدة، انا اشتيته، لا ما اصلح معه ذا الكلام. والله والله اي والله صدقت صدقت صح والله. شوف ابو عماد، انت ما تطلع الا مع الناس المخضرمين، الناس السياسيين، الناس الكبار، الدكاترة، الاساتذة، ما تطلع مع اي احد. How old you? تبي تعرف كم عمري؟ How Yes. old؟ How... Yes. No, no, Abu Ahmad. I can't say anything about my age here in TikTok. If you want, I told you before. Just send me, Thank you very text much. me, and then I'll let you. No, no, I don't text nobody. I'll let you know. Let me tell you something. شفتي المثل القاع الخيبة وجات خرب الطريق. هذا ينطبق عليك. بس أبو عماد, this is my personal details. I can't say anything Let about me. Tell you me. Something. To people here, so like from everywhere. Okay, okay. If you care about your personal information, about your personal history, you will never, never be closer to the social media. Exactly. But, okay, but when you jump to it, that means you in the sea, you in the water, you fish it. Exactly. You fish it somewhere. But I'm really scared. I'm really scared. I don't want to say anything. Well, I'm really scared. I'm afraid from people. Like, you know, it's like I don't know them. What? What? Yo, listen. Oh, yeah. Yeah, I'm listening to you. Yeah. Go ahead. If you want to be my lover, yeah, you got to be my friend. We make love forever. We'll the song. Wow. Have you heard that song? حلوة. Yeah, yeah. Yes. I love this. This! No, I'm over 30. I'm over 30. By the way, I'm a good man. أقسم بالله. شوفي. واحد من كبار الداعمين يقول أكيد نهائي. هذا واحد من كبار الداعمين. أقسم بالله. هذا البرنس نفسه. طيب وش اسوي له؟ وإذا هو كبير الداعمين وش اسوي له؟ يعني راح يدعمني الحين؟ والله. شوفي. طيب إذا أنا عجوز وش دخله هو؟ أجي أخطبه ولا يجي يخطبني ولا سالفته؟ لا هنا يعني هو أخطبه ولا يخطبني، وإذا أنا عجوز، أنا مش عجوز، أنا شباب، بنت شباب صغيرة أصغر منه ومن اللي في التيك توك كلهم. بس أنا ما بدي، ليش يعني ينرفزني عشان أطلع وجهي؟ والله ما أطلع لو يموت، لو يقول عني ما يقول. لو تقول عني ما تقول والله. أبو عماد ضحكني ضحكني الله يخليك. أنا بطل هذه البنت بحاجة إلى ضحكة، وأنا بضحكها، لا يهمني الدعم ولا يهمني شيء شيء آخر. والله إنك طلعت نفست عني شوي والله. الله راس ضايق أقسم بالله. قلت لسه أو بهي ها إذا أنك كنت إذا جالس مثلا داعم ويقول لك مثلا هذا رقمي، هذا مدري ما، هذا واتس مدري ما، هو شوف مجرد ما تديلهم رقمش هم مش متصل على الرقم، هاي يتصل بش كاميرا. اكزاكتلي فيس تايم اكزاكتلي. يا والله عندما مجرد ما تجاوبي تلقي قهوة زاقل بجبه بعرف جبه. ايوه. وبعدين شو يسوي؟ بعدين وين زوجته؟ وين زوجته؟ ها؟ وين زوجته؟ ما هكذا يصلي. طب ما عنده زوجه؟ اقول لك بعضهم طايشي خون خوانين يخونوا والله لاحظت ذا الشيء. تعرف شو يسوي ابو عماد؟ تعرف شو يسوي؟ يخاف يخاف يرجف من زوجته، بس لما بعدين يعني يطلع من البيت يروح يسوي ويلعب اللي بده يسوي، يعني يخون في زوجته يسوي اشياء كثيره، بس يخاف ويرتجفوا من حريمهم. شوفي انا شوفي من محلي لا فوق العريش اي والله لا غرفتي. حلو احسن يعني هل قال قيتمني خرج؟ نعم. ما خرج ولا ادخل ولا، رغم انه تجيني يعني
بطاقات دعوة من الكثير من الأصدقاء، عزائم من سفارات، بس من ما تطلع قنصليات، من أعراس، من أروح عند الأماكن هذا القريبة. حلو. أماكن بعيدة ليش؟ لأنه أنا إنسان مشهور أصلاً. صح صح صح، من قبل لا تنشهر بالتيك توك، أنت مشهور من زمان، مشهور بأخلاقك، بطيبتك، بطيبتك، بكل شيء مشهور. أنا إنسان لي شعبية يعني داخل الوطن وخارج الوطن من قبل أن أطلع. ما شاء الله ما شاء الله. أي والله. الله يرحم والديك. صدق. أي والله صدق. يعني فشوفي أن الناس يتفقطوا، أنت عارفة على كلمة. كلمة رديت على واحدة. أيوة. من اللي بيطلعين معايا في التيك توك. أيوة أيوة. 80 مليون مشاهدة في خلال شهر. أوف. 80 مليون. ما شاء الله. يعني ما كملت البث مع ذوك البنات يمكن 10 دقائق، عملت ساعة أشوف إلا 4 مليون مشاهدة. أوف. ما تصدقين شو هي. والحين جالسين يسجلوا وش نتكلم أنا وأنت؟ أكيد هم العارف. وش راح يستفيدوا طيب؟ ها؟ وش راح يستفيدوا لما يسجلوا؟ يستفيدوا يعني متابعين، لايكات. ايوه. بس. هذا ولا ايش؟ ايش بسوي زبي؟ يا الله منك يا ابو عمان. ابو عمان بسألك عن الرجال، اسمع، الرجال الحين لما يخون زوجته ويخاف منها وش تسمي هذا؟ كيف كذا يعني؟ كيف لا هو لا يخاف لا من زوجته ويروح يخونها؟ كيف؟ الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. اها. وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. هذه تتسمى خيانه. ايوه. اولا هو بيخين نفسه. صح صح بيخون نفسه. ثانيا بيخين يعني